هذه العلاقة هي امتداد للعلاقة التي تجمع بين القيادتين في بلدينا في الأردن وفي قطر الشقيق، ونحن طبعا نكمل هذه العلاقة. في هناك علاقة أخوية، إخواننا في الهلال الأحمر القطري متعاونين إلى أبعد الحدود، ولهم أيادي بيضاء ليس فقط في الأردن وإنما في أنحاء متعددة في العالم. وطبعا هم ما يميزهم أنه دائما يكون في هناك بحث عن الأماكن التي بأشد الحاجة والاستجابة لها تباعا حسب الأصول. شراكتنا طبعا تخضع لمعايير اللي هي مطلوبة منا في الاتحاد الدولي وفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. إخواننا في الهلال الأحمر القطري طبعا قدمنا لهم عدة مشاريع، وكانت الاستجابة سريعة، وكانت الاستجابة إيجابية طبعا بشكل ممتاز. يعني أود أن أذكر بعض الأمثلة على ذلك. إحنا حاليا نقوم بجولات بالعيادات المتنقلة لعديد من المحافظات في الأردن حتى نصل المناطق البعيدة النائية ونقدم الخدمات الطبية لهم. هذا المشروع ناجح جدا، ويعني أثره كبير على المجتمع المحلي وعلى اللاجئين. الهلال الأحمر القطري قام بعدة مشاريع. المشروع اللي هو مهم للأطفال، عمليات جراحية للاجئين، وأيضا من المجتمع المحلي عدد كبير استفادوا من هذه العمليات الجراحية، مداخلات كانت في مستشفى الهلال الأحمر الأردني. وفي أعتقد بأنه في هناك مشروع قادم في يصب في نفس المجال، بأن يكون في هناك عمليات، لأنه خاصة اللاجئين السوريين ما في عندهم تأمين صحي، هم بحاجة إلى رعاية خاصة، ولا يتوانى إخواننا في الهلال الأحمر القطري عن تقديم مثل هذه المساعدة. أشكر صندوق قطر للتنمية لأنه الصندوق يدعم عيادات الطبية في مخيم الزعتري اللي هي بدأت واستقبلت أعداد كبيرة. يعني إحنا عدد المستفيدين خلال هذه السنة منذ بداية السنة لغاية الآن 89,220 شخص استفاد من المشاريع المختلفة التي يقدمها الهلال الأحمر القطري وصندوق، وأيضا المدعومة من صندوق قطر للتنمية. كل الدعاء المستمر لشعب قطر ولأمير دولة قطر، لأنه لشعورهم الإنساني وإحساسهم معنى في دعم المشاريع الإنسانية. وأنا باسم المستفيدين يعني أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر القطري، لصندوق قطر للتنمية، ولكل شخص في قطر تبرع ودعم مشاريع الهلال الأحمر القطري ودعم مشاريع حتى مش بس بالأردن، أينما كانوا، لأنه إحنا بهمنا بأن تصل هذه المساعدة لكل شخص محتاج.